السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لكم حزب الله يقول أنه أطلق سربا من المسيرات على قاعدة عين شمر الإسرائيلية استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان الجمعة ومن بينها غارات استهدفت بلدات كفرة ومجدل زون وعنقون ومعروب وطرابة وطرايا الجنوبية حسب بعض وكالة الأنباء اللبنانية وقال الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرتين بدون طيار قادمتين من لبنان وأنه فكك صواريخ وأسلحة إضافية من المناطق التي استخدمها حزب الله كمنصات لإطلاق هجمات ضد إسرائيل خلال عملياته في لبنان يوم الجمعة وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق سربا من المسيرات الانقضاضية مساء الجمعة على قاعدة عين شيمر الإسرائيلية شرق مدينة الخضيرة، مشيراً إلى أن القاعدة كانت تستخدم للدفاع الجوي الصاروخي وهي قاعدة اللواء الإقليمي، وقال الحزب أن العملية تأتي في إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على استهداف المدنيين وما وصفه بالمجازر الإسرائيلية، وفي سلسلة العمليات ذاتها قال حزب الله في بيان آخر أنه استهدف مدينة حيفا بصواريخ نوعية وأنه قصف الكريوت شمال مدينة حيفا